متابعي راديو روزانا في كل مكان، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مع ام محمد. ام محمد، شو طبختنا لليوم؟ يسعد مساك، رمضان كريم. طبختنا لليوم فطاير دبيكه ولبنيه، للتحلايه نعنات. بالنسبه للمقادير، مقادير العجينه 1 كوب طحين، 1 مي، زيت وملح، وللحشوه دبيركه، بصل، رشه مطحونه، وللبنيه نعنع، دبيركه، رز، معلقه ثوم، وسمنه للتقلايه. وهلا رح بلش اعجن العجينه. رح فضي كوب الطحين، معلقه ملح، معلقه الزيت، عجينتي ما بدها خميره، من الزيت بتختمر وبتنفش. وهلا رح ضيف المي بالشكل هذا ورح اعجنها. المي تضيفها شوي شوي حسب ما تاخذ العجينه عندي، لانه العجينه لها زيت. رح اعجنها لحتى تتماسك كلها. في البعض بحط لها بيضة والبعض بحط لها خميرة، أنا اكتفيت بس بالزيت. وهلأ انتهينا من عزل العجينة. رح حط البصل، رح حط الزيت على المقلاية، نقطة زيت صغيرة. رح ضيف عليها البصل، بدي اياه يدبل البصل. رح حط عليه معلقة ملح أو رشة ملح صغيرة. رح اقلبهم نقطة الزيت. وهلأ بعد ما دبلت البصلة عندي، رح ضيف معلقة بصل على الدبيركة، رح احطلها رشة ملح صغيرة ورشة فليفلة مطحونة. رح حركها ببعضها. أكلة الدبيركة ما معروفة غير منطقة إدلب، منطقتنا هون. الدبيركة معمولة من لبن المعز، حليب المعز بيتخطى بصير لبن، وبعدها بضل بينغلى على النار ليسمك ويصير دبيركة. وهلا بعد ما ارتاحت العجينة وصارت جاهزة، رح بلش رقة. رح اقسمها لقطع بالشكل هذا. انا موفر الدبيركة منطقتنا، اذا ما موفر الدبيركة بامكانك تستبدليها اللبن، لبن البقر. رح اعمل عجينة بشكل دائري، لبن البقر او لبن الغنم بامكانك تستبدليه حسب الموفر عندك. انتهيت من رق العجينة. رح احط معلقة دبيركة صغيرة بقلبها. رح سكرها بهالطريقة هاي. رح اعملهم كلهم بهالطريقة هيك. رح رقه بشكل دائري تصير عندي وهلأ بعد ما خلصت نعمل الفطاير، رح حطهم على الزيت ليهم. الزيت سخن هون. رح قلبهم، اخذوا معي اللون الوردي، رح اقلبهم لتاني ميل. هلا استووا، رح شيلهم. اكله سهله خفيفه ما بتكلف. وهيك استووا صحتين وهنا. رح انتقل للبنية. وهلا رح بلش باللبنية. رح ضيف كاسة المي مع كاسة شاي رز صغيرة. رح اتركهم شوي لحتى يغلوا، نغطيهم. بعد ما استوى الرز رح ضيف الدبيركة. هاي الاكلة معروفة منطقتنا كتير، اكلة طيبة وسهلة التحضير. رح ضيف
معلقة ملح. لبنية فيك تستبدليها باللبن، لبن الغنم. إذا في بقر بده خفق. حطيت النعناع، معلقة الثوم، راح أضيفهم لحتى يغلوا شوي. بعدها راح أضيف معلقة السمنة. أنا استبدلت السمن اللحمة بالسمنة لأنه اللحمة غالي، هي بدها لحمة أو فروج بتحبي تحطيه. اللحمة غالي والفروج غالي، استبدلته بمعلقة السمنة. وهلأ استويت، راح فضيها على الصحون. أكلة سهلة بسيطة وما بتكلف، ريحتها كتير طيبة بالثوم والنعناع. صحتين وهنا. وهلا رح بلش بالنعنات. النعنات نفس عجينة الفطاير، ما زدت عليها شيء ولا ضفت شيء. رح بلش قطعها شكل دوائر. هالشكل هاد. رايفن يرتاحوا شوي، رح بلش فيهم. نعنات فيك تحطي لهم سكر وفيك ترشي عليهم قطر، انا فضلت السكر، رش عليهم. وهلا حمي الزيت، رح احط النعنات عليهم. استناهم لحتى ينفشوا، بعدها راح اقلبهم. وهيك استووا النعنات، راح اشيلهم من الزيت. وهلا راح زينهم بالسكر. بدهم سكر كتير شوي مشان حلاوتهم. حط لهم معلقة جوز الهند. وهيك انتهينا، وصحتين وهنا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وتابعونا في الحلقات القادمة. إلى اللقاء مع حلقة جديدة وطبخة طيبة.